ابراجنا ال 12 مخبيت لنا لليوم، كل هاي التفاصيل رح نعرفها من نجلاء قباني. يسعد صباحك يا نجلاء. صباحك خيرات يا نور، صباح الخير يا رنا، صباح الخير للجميع، تضلوا بخير وايامكم دائما سعيده، مرتاحين مبسوطين. يوم 9/8 يعني 9 اب، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها طبعا لاخر الايام، لانه الزهره ابتداء من 11/12 بالشهر رح تدخل الى برج الاسد. الزهره هي كوكب الحب، ارتباط، العلاقات، صداقات، إضافة إلى وجود عطارد كوكب السفر، الأوراق، المستندات في برج العذراء. كمان المريخ موجود، كوكب الطاقة والحماس، الكوكب اللي بيخلينا أميل للنزاعات، للعدوانية، من الهدوء أو التعقل أو حكاية العقل والمنطق، طبعاً موجود في برج الثور. هاي الخريطة الفلكية بتعني إنه مولود الجوزاء، مولود القوس، مولود الحوت ما كتير مرتاحين على المستوى الشخصي، مولود برج الأسد، العقرب، الدلو لازم ينتبهوا شوي صحياً. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي تبدو الحقيقة طاقته منخفضة، في حدا عم يحبط مهامك أو هممك، حاور الناس اللي حواليك بالهدوء وما تكون عدوانياً. اليوم في شيء له علاقة بأنك ممكن تكون عرضة للفهم الخاطئ، اليوم في صدامات بينك وبين الناس اللي حواليك، حاول تسأل عن أسباب، ناقش بهدوء بدون ما ترفض الأمور وبسرعة. يوم جيد جدا لمولود برج الثور، سواء كان لفرص، سواء لسفر، سواء لتزدهر الاتصالات، ليكون في قصة تخص أحد الأبناء أو أحد المقربين، ممكن تكون إيجابية وجيدة. أنت تقبل اعتذارات، ترتب أمورك وفق احتياجاتك، في مصالحة من أحد الأشخاص يمكن، أو أنت أكثر هدوء وفعال أكثر. مولود برج الجوزاء، لا اليوم الأمور أفضل بكثير من كم يوم اللي راح، وصل لك كم يوم مكركب، اليوم عم تكتشف الأخطاء وعم تحاول تصحح. اليوم في سعادة، من يحبك يمنحك الكثير من المحبة، في مشاريع جديدة يمكن عم تفكر باحتياجات غيرك أكثر ما عم تفكر باحتياجاتك. إذا عندك مشكلة عم تشغل بالك، فآن أوان الحلول، أو إذا عم تطلب دعم من الناس اللي حواليك فاليوم للدعم. أنت تفهم المستجدات واليوم الأمور جيدة لك. برج السرطان هو اللي اليوم عم ياخد قراراته بتسرع أو بتهور، يمكن عصبي، والأفضل أن تهدأ. أمورك ليست سيئة، بس ممكن اليوم بقى تتعرض لشي تأجيل، تأخير، توتر أحياناً. ما تصطدم بحدا من الناس اللي حواليك، خد مني نصيحة، عندك نوبة غضب يمكن سببها صدام مع حدا من الناس اللي حواليك. مشكلة هذا الحدا اللي حواليك اللي انت عم تصطدم معه هو حدا انت بتحبه وقريب منك، بقى زوج، زوجة، أحد الأولاد، أحد الأخوة، الأشقاء، زملاء العمل، في بلبلة حواليه مولود برج السرطان وعدم استقرار. مولود برج الأسد، 100,000 قصة شغلتك اليوم، والحقيقة شغلة كتير، عمل كتير، عم تركض ما عم تلحق. أنا بظن في شيء صحي اليوم شاغله لمولود برج الأسد، أو محتاج يكمل مهامه الضرورية. حاول تروح على شغلك مبكراً، وابتعد عن إحساسك إنك عم تراوح مكانك، ما عم تشتغل شيء بالحياة. هلأ اليوم في ظلم كأنه يقع على برج الأسد. يوم جيد جداً لعزيزنا العذراء، سواء لتشرح وجهات نظرك أو لتبتسم، لتلقى نتائج ترضيك، أو لتكسب أصدقاء بسهولة قصوى. اليوم مناسب للحوار، لتهدئة الأجواء، ليكون عندك طموحات، لتمشي أمورك باتجاه الأفضل، وخاصة أنك ذهنك صافي وعقلك مرتب. مولود برج الميزان، أنت اللي شوي قلقان، ما بعرف إذا قلقك سببه وجهة نظر مختلفة مع العائلة أو مع الأصدقاء، أو أنت شوي حساس، أو ما عم تعرف تعبر عن مشاكلك، مشاغلك بهدوء. اليوم في محتاج للإطمئنان مولود برج الميزان، حدا يطمنه ليمر هذا اليوم براحة. أنا بظن مانك كتير قادر تستوعب بعض التغييرات الحاصلة حواليك. اليوم يوم جيد لعزيزنا مولود برج العقرب، فيه نوع من أنواع الأفراح، ما بعرف إذا سبب حركة أو حنان اليوم عم بيناله، أو هيك قصة جميلة، خبر ممكن، أو لقاء، تعارف، أو صداقات. بس أنا بعتبر اليوم جيد لتمتن علاقاتك مولود برج العقرب بمن حولك، ليكون حواليك سعادة أو هدوء، وعم توضع النقاط على الحروف. أنت مرح وحيوي اليوم.
مولود برج القوس من داء ماليا، والحياة أمورك المالية هي اللي عم بتتناقش فيها هاي الأيام. عطارد بوجوده في برج العذراء عم بيخلي صرفك زيادة عن اللازم، أو في مفاجآت واردة هاي الأيام عم بتخليك تشكي من ضيقة خلق سببها قلة دخل أو مصاريف إضافية. هلا أنا بقول اليوم مانو يوم سيء، بس حافظ على مالك. مولود برج الجدي، اليوم القمر ببرجك عم تفرح للدعم، والحقيقة لتغييرات إيجابية بالنسبة لك، سواء بأمور عائلية أو بقصص شخصية، أو عم تعبر عن نفسك كما يجب. عندك الوقت الكافي واللازم لحل بعض المشاكل أو لتعارف على وجوه جديدة. تلم شمل العائلة اليوم مولود برج الجدي، وتبذل جهود إضافية للوصول إلى ما تريد. الدلو اليوم حاول تكون منظم ومخطط لما هو آتي، يمكن لأنه في عندك نوع من أنواع المضايقات هاليومين، ما عم بتكون مثل ما أنت بدك الأمور. ما بعرف، في شيء من الصدامات، أو عم تسمع أقوال غير موثقة، أو في شيء عم يزعجك حل بعض المشاكل مثلا. هلأ أنا بقول اليوم بحاجة لاهتمامك أو هدوءك مولود برج الدلو، بحاجة لتحسن أمورك وما تخسر أمور، ما تخسر أصدقاء بس لأنك معصب أو يمكن غير مبالي أو غير مهتم. العقرب عنده يوم جيد، خاصة لحفلة المناسبة لصداقاتك المزدهرة لتبني جسور بينك وبين الآخرين. أحد الأيام الإيجابية لك لتعمل شيء قصة مختلفة وجميلة، ليكون عندك هيك نوع من أنواع الإيجابيات، سبب علاقات مع الآخرين أو سبب نوع من أنواع الأخبار السعيدة. يا رب الأخبار السعيدة تكون للجميع. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 9، وأتمنى له السعادة، يجعل أيامكم سعيدة. مولود 9 طبعا شخص لطيف، علاقاته جيدة، يعتبر أن أوامره قاطعة، كائن لا يتوقف عن العمل صباح مساء، ذكي جذاب، بحب خدمة الآخرين وبدون مصالح، الأكثر كرماً وعطاءً من مواليد برج الأسد، يعني قائد ذكي، بيطلب من الآخرين الطاعة المطلقة، مرح، بحب يتمتع بالحياة، بحب السفر، بناء حياته من جديد في كل مرة، وما عنده مشكلة أبداً بأنه يبلش من جديد. طبعاً الأمور الأولاد لقلو الأكثر إيجابية بعلاقاته، والسنة بالنسبة لقلو كمان سنة كتير مهمة وفيها نوع من أنواع التغييرات. أول التغييرات ربما على صعيد ارتباط، إذا على بالك أنا بشوف أمور الارتباط هي الأفضل بهاي الفترات، حتى الأمور المالية فيها تحسن. ما بعرف إذا في تغيير بديكورك، بمحلك، بمكتبك، ببيتك، بس أنا أعتقد أنه في ارتباط أو سعادة أسرية لألك بهاي الفترات. الأمور بالمجمل جيدة ومبشرة. رسائلكم أكيد على 18:45، يجعل أيامكم دائما سعيدة. رافي عم بيسألني عن أموره، يسعد أوقاتك يا رافي. رافي كأنه عندك تغيير بمكان سكنك، أو شيء تغييرات على الأرض من مكان إلى مكان أو من حالة إلى حالة. أنا بشوف الأمور جيدة رايحة، بدك طبعا ل 15/8، بس يعني ها الأسبوع الجاي بعده. يازد عم بيسألني عن أموره، يسعد أوقاتك يا يازد. يازد ما كتير مرتاح، والصراحة لآخر السنة كل شيء عملي، كل شيء مالي أنا أعتقد جيد، بس أمورك العاطفية والصحية اللي هي بدها انتباه من هون لآخر السنة يا يازد، يعني الأمور لا تعتبر كتير كتير الأفضل أو مليانة حظوظ. شهد عم تسألني عاطفياً، يسعد أوقاتك يا شهد. أحد العوامل أفضل حظاً، حظوظك مساعدة جداً جداً جداً، الله يقدم لك فيه الخير، بس في حظوظ جيدة. رنا بنت ريهان، رنا بعتي لي المواليد غلط يا رنا، دوبك تلحقي تبعتي على 18:45 رسالة صحيحة. بسامة عم تسألني عن أمورها 98، والله هي الفترة شوي مكركبة، الثامن يعني هلأ بس ختمنا الثامن أو أواخر الثامن بداية التاسع، دخلتي على أشهر جيدة جداً يا عزيزتي، والأمور بالنسبة لك بالمجمل إيجابية يا بسامة، ما أنا سيئة أبداً، بس أنا ما كتير بحسها لتغيير، يعني ما كتير بشوف إنه في تغيير. سوزان بنت غرام، إذا عم نحكي دراسياً فأنا ما بخاف عليكي،
لا هاي السنة ولا بأي سنة يا سوزان، أمورك لأنه جيدة وأنت بنوتة شطورة، تبذلي جهود بمكان المناسب. هلا أنا بظن في قصة عاطفية ممكن تكون بداية جديدة بالنسبة لك. ولا شو برجي 30-1 هو برج الدلو يا ولا؟ طبعا برج النمر الصيني، يعني أنت بنوتة متسرعة شوي، أحكامك مو كتير صائبة، تنفهمي دائما غلط. وأنا بقول كتير انتبهي على أمورك هاي الأشهر القادمة لأنه فيها حظوظ، بس حظوظك جاي من الغرباء ولا، فكتير مريح إنه هيك تكون علاقاتنا بالآخرين جيدة. رفيف عم تسألني عن أموره، والله أمورك جيدة هذا العام بس شتجدينا دراسيا، ما بحسك كتير أريح دراسيا. جود عم تسألني عن أموره، يسعد أوقاتك يا جود بنت غادة. جود هي سنة إذا بيضل فيها، إذا أراد رب العالمين طبعاً، يوم واحد في هذا العام، فثقي تماماً إنه هو للتغيير. سنة تغييرية بامتياز، بس 9-11-12 هي الأشهر الأفضل. صحة يا رجلة، على قلبكم يا حبيبتي. ميادة بنت أميرة مولدة 66، يعني كل برج الأسد متعبين صحياً ميادة، ولستي أنت لوحدك، بس ما مطولة لآخر السنة، هي 20-8 وما بعد الأمور أفضل بكتير، يعني بقي لها 10 أيام نتحملها. وعلى فكرة ما في شي سيء، يعني المعتاد أنا برأيي شي سيء ما في إذا أراد رب العالمين. مؤيد عم بيسألني كمان شو برجي. 10-1 يا مؤيد هو برج الجدي، 11 هو الميزان، بس أنت كاتب 10-1، يعني الأمور رايحة باتجاه الأفضل، خاصة على الصعيد العاطفي، عقاري عاطفي، كأنه في نوع من أنواع التغييرات. بدور عم تسألني عن أمورها. سنة حظك يا بدور، سنة جيدة جدا جدا جدا، أحد الأعوام الأفضل لنوع من أنواع التغييرات اللي ممكن تكون مفرحة، والأيام اللي جاي هلأ أفضل بكتير، يعني بس مع أنه بيخطر لي أنا لبداية 9. بس ما عم تسألني مولدة 82، بس ما عندك سنة حظوظ مساعدة جدا، بس ما سبخديها مني نصيحة. انت حدا ميال للكآبة والتشاؤم، بتشوفي الجانب السلبي أكثر ما بتشوفي الجانب الإيجابي، هاي القصة أصلا مو كتير صح، يعني بتلمي بتعودي كل الطاقة السلبية مثل ما بيقولوا. اطلعي من هذا الجانب وروحي على جيم، العبي في رياضة، يعني فرغي طاقتك بأماكن مفيدة أحسن ما تفرغيها بأماكن غير مفيدة تعمل لك مشاكل. رنا بنت ريهان طلعت 82، يسعد اوقاتك يا رنا، مع انه هي كانت لي 2022. امورك جيده جدا بالمتبقي من السنه يا رنا، وسنه كثير مهمه لانه فيها تغيير. طبعا سنه جيده، اذا بضل يوم واحد من هاي السنه فرح يكون يوم للتغيير، مع انه انا ارجح ليس قبل 9، يعني عندك 9-10-11-12، 4 شهور بياخذوا العقل. علي سيدة وقاتك يا علي، والله السنة جيدة، وارد كان هذا الشهر سفر إذا على بالك، يعني أنا بشوف السنة بالمتبقي منها جيد علي، وارد يكون في سفر، يعني مع أنه يعني هيك مثل اللي عم بيستنى شغل، مثل اللي عم يعني السنة انتظار أكثر ما تكون لتغيير جذري، مع ذلك الله يقدم فيه الخير. موضوع السفر بالذات وارد. لينا 67، سيدة وقاتك يا لينا. لينا عندك سنة بتاخذ العقل من هلأ وما بعد، بدك تنسي 3-4 شهور الماضوا ما كانوا كتير مريحين، لأ الأشهر البقية من السنة ممكن يكون فيها بداية جديدة، فالله يقدم لك في الخير. نور عم تسألني 98، يسعد أوقاتك يا نور. نور سنة جيدة جدا جدا جدا، وغالبا فيها تغييرات يا نور إذا أراد رب العالمين، سنة جيدة جدا. طبعا من 15 آب وما بعد، يعني الشهر الماضي بقصد، ما كان كتير مريح وأفقدك الأمل ربما ببعض اللحظات. ألفريد، يسعد أوقاتك يا ألفريد. ألفريد أنا بشوفها السنة جيدة، بس المشكلة داخل على الأشهر الأمور العاطفية فيها رح تتحسن على حساب الأمور العملية، بس ما بعرف، كل شيء له علاقة ببيع، بشراء، بأجار، بأمر مالي ممكن يكون إيجابي جدا وجيد جدا. كتير في أسماء إسراء، يعني في أسماء ما بعطي المواليد كاملة. إسراء أمورك جيدة جدا يا إسراء، خاصة الشهر القادم
أنا برأيي كتير مبشر لبداية جديدة. هلأ الثامن رح تدخل الزهرة على برجك وحتكون الأمور جيدة لك. يا رب العالمين السعادة للجميع والفرح للجميع، يجعل أيامكم سعيدة وأيامك يا نجلة. الله يسعدكم، يسعد صباحك. شكرا كثير.